السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقولون دايم وعلى نياتكم ترزقون. سؤال، هل هذا حديث؟ ليس بحديث وليست بآية، وله قول صحابي وله مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا موقوف على أحد من الصحابة أو التابعين. هي أقوال من بعض البشر، وعلى نياتكم ترزقون. الإثم والخطأ أنك تقول قال عليه الصلاة والسلام وعلى نياتكم ترزقون، حتى بعض الناس يظنها آية، ليست بآية وليست بحديث. الشيء الآخر والخطأ الثاني، إن بعض الناس يقول لك الله يعطيك على قد نيتك، الله يعطيك على نيتك، لا 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 هذا خطأ، يمكن نيته ما هي كاملة، أو نيته فيها شيء من الدنيا أو حظوظ النفس. أدعو أن الله يرزقه خير مما نوى، واضح؟ لكن وعلى نياتكم ترزقون أو يقول الله يعطيك على قد نيتك، هذه من الأخطاء اللفظية التي وقعنا فيها، نحذر منها. حنا نجلس ونخالط بعض الناس يقول الكلام هذا، وجب التنبيه أن هذا ليست بآية وليست بحديث. ولما تدعو لأي إنسان لا تقول الله يعطيك على نيتك، تكفر الطشرة، يمكن نيته سيئة، يقول الله يعطيك على خير بنيتك. هذا هو الأصل في هذا. محبة الله تعالى الإنسان لا تكون فقط بعطاء الدنيا أو أن الله يعطيه فلوس. حنا شفنا واحد فاز بسحب ولا فاز بسيارة ولا جاه فلوس أشهد أن الله يحبه، شو؟ لا لا، مو مقياس. محبة الله تعالى تقاس بعطاء الله تعالى للإنسان في الدنيا، مكانه في الآخرة. لو كانت تقاس محبة الله تعالى بالغنى في الدنيا لا أغنى الأنبياء، أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهنا السؤال يرد، إذا الله تعالى عطاني من خير وعطاني مكافأة وعطاني شيء عظيم جدا وأموال، هل هذا محبة من الله تعالى؟ ليكون هذا استدراج. لذلك احنا نشوف غير المسلمين متمتعين في الدنيا وعندهم صحة وعافية، مو مقياس، مو مقياس. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، الإنسان عفسه هو أبصر وأعلم. إذا كان على معاصي وسوي معاصي ويأخر صلوات وجاه من الرزق يحذر، هذا استدراج من الله تعالى. يمكن الله تعالى يعطي جنته في الدنيا، الإنسان سوى خير في الدنيا يجازى في الدنيا، واضح؟ باختصار كلمة الله يعطيك على قد نيتك، الله يعطيك على قد نيتك، الله يعطيك على نيتك، لا تقول الدعاء هذا، هذا خطأ، قاعد تخطئ على أخوك المسلم بالدعاء. ثانيا، وعلى نياتكم ترزقون، يعني هذا الحين الدين فيهم على بنا مستدل بآية أو حديث، ليست في حديث وليست في آية. أسأل تعالى أن يجازينا يعني خير ما نتمنى، وألا تحرمنا خير ما عنده بسوء ما عندنا أو سوء نياتنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا أو في بسوء نياتنا. صلى تعالى أن يعوضنا خيرا في الدنيا والآخرة، يمد آباءنا بالصحة والعافية وأمهاتنا، ويحفظ البلاد والعباد، ويديم علينا الأمن والأمان. نحبكم في الله، نشوفكم في لقاء قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.